بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. طلاب الصف السادس الثانوي، نرى إن شاء الله نراجع مع بعض شوية أسئلة بنقرية كده خفيفة سريعة من طريقكم بإذن الله. أذكرك بس يا جماعة، في سؤال المقال لازم أكتب الخطوات كلها، لازم أكتب كل الخطوات، لو في قانون أكتب القانون، تمام؟ كل خطوة على درجتها، القانون نفسه على درجة. أول سؤال بيقول لي، أو بالدلالة العكسية يا شباب، طبعا عارفين نرجع بالنظر عادي عكس الحاجة، بس هنا لازم الخطوات. طيب أول خطوة أعملها إيه؟ مكان كل واي احط اكس، اقول له هنا اكس بتساوي واي تكعيب، وادخل برضو الاكس مكانها واي، كل واي مكانها اكس ناقص 9. بعد كده اجيب الواي لحالها، يعني احاول اجيب الواي، يبقى الواي تكعيب بس لحالها هتساوي، والطرف الطرف التاني يبقى اكس زائد 9، ان هنا سالب. اخر حاجة نجيب ايه؟ اخلص من التكعيب، اجيب له الجذر التكعيبي للطرفين. الجذر التكعيبي يا جماعة للطرفين دي طبعا تروح مع جذر تكعيبي، أصبح ال f minus 1 x هي نفسها يا جماعة بتساوي الجذر التكعيبي ل x زائد 9. خلي بالك هنا ما ينفعش أقول موجب وسالب، طالما هي فردي الدال الفردي زي ما هو جاي. طب السؤال ده يا شباب، السؤال ده نفس الكلام، أخلي مكان ال y x ومكان ال x y، وأجيب ال y لحالها، أقسم على 2 الطرفين يا جماعة، أقسم على 2 الطرفين، يبقى ال y هتساوي نص اكس او اكس على 2، وهي دي شاب مين؟ هي دي الدالة العكسية، بتساوي نص اكس. السؤال اللي بحب اقول لك يا جماعة ايه؟ اول قيمة جي اوف سالب 2 اذا كان جي اكس بتساوي الكلام ده، هنحط بس مكان الاكس سالب 2 في معادلة عادية، هقول له هنا جي سالب 2 بتساوي سالب 3 زي ما هي، سالب 2 تربيع يعني بتساوي 4، طبعا عارفين الاس الزوجي بيكبر الاشارة، ناقص 5 في سالب 2 زائد 8، أعوض بس، يلا يا جماعة يساوي إيه؟ هنا سالب 12 سالب في سالب الموجب 10 زائد 8، يبقى كده 18 مع بعض ناقص 12 يدينا موجب كام يا جماعة؟ 6. حل المعادلة الأسية التالية، 2 أس إكس بتساوي 256، الرقم ده يا جماعة حاول أخليه 2 أس حاجة، الرقم ده، إذا أنت مش عارف بجنب رقم التحليل تقول له 256 وتحللها عادي خالص. على 2 هيدينا 128، على 2 هيدينا 64، على 2 فيها 32، على 2 فيها 16، 2 فيها 8، 2 فيها 4، على 4 يا جماعة، على 2 بره جماعة معلش، على 2 فيها 2، وعلى 2 فيها 1، كم 2 عندك؟ 1 2 3 4 5 6 8، يعني 2 أس إكس أقوله بتساوي 2 أس 8 يا جماعة. الأساس هو الأساس، إذا ال x هتساوي عندك كام؟ 8. طبعا ده سؤال هدي إذا جالك في الامتحان. اللي بقى بيقول يا جماعة، بسط العبارة دول مثلثية، بسط العبارة التالية، 6 سيتا في تان تربيع زائد 6 سيتا هتساوي إيه يا جماعة؟ هتساوي إيه؟ راحت عندك كده فيه سيك مشتركة، خدها مشترك بره، 6 سيتا يبقى لك هنا إيه؟ تان تربيع الأول تان تربيع سيتا زائد 1، تمام؟ طيب تلاحظ الجزء ده يا جماعة بيساوي كام دلوقتي؟ ده بيساوي سيك تربيع سيتا، القانون التاني يا جماعة كان بيقول لك إيه؟ كان بيقول لك إن تان تربيع سيتا زائد 1 بتساوي سيك تربيع، سيك تربيع سيتا، اكتب ده يا جماعة في المسألة برضه، اكتبوا القانون ده، يعني هتساوي اسمها خلاص، هتساوي سيك سيتا ضرب سيك تربيع سيتا. هيساوي سك تكعيب سيتا، تمام كده؟ السؤال بقى بيقول لي أوجد حل المتباينة يا جماعة، خلي بالك عشان أجيب حل المتباينة لازم أعمل قبلها حاجتين، أجيب مجال اللوج هنا ومجال اللوج هنا يا جماعة، المجال اللي هو إيه؟ إن أنا مثلا طبعا عارفين اللوج لازم يكون عدد إيه؟ موجب، ما ينفعش صفر وما ينفعش سالب، يعني إكس زائد 2 يا جماعة ده لازم يكون أكبر من صفر، كذلك 6x ناقص 3 برضو أكبر من صفر. حل يا جماعة تباين عادي، ولا الطرف التاني x أكبر من سالب 2، أو هنا 6x أكبر من 3، اقسم على 6 الطرفين، يبقى x يا جماعة برضو كان أكبر من نص. خلي دول بس معانا كده دلوقتي، محتاجهم آخر الحاجة خالص. طالما log أكبر من log يبقى الناتج أكبر من الناتج الفعلي، يبقى عندك كده إيه؟ أقول له هنا ال x زائد 2 أكبر من أو تساوي 6x ناقص 3. أبسطها، أجيب الإكس في طرف هنا كله،
طبعا صار الكبير بهنا 6x ناقص x هيدينا 5x، ودي دي الطرف التاني يا جماعة بإشارة سائق موجب، يبقى هنا كام 5. لما أقسم الطرفين على 5 يبقى ال x بس أقل من كام أو تساوي 1. خلي بالك لو عندي خط أعداد زي كده نحط عليه الواحد يا جماعة، الواحد هنا، هنا دايرة مغلقة، هنا خلي بالك في النص، وخلي هنا كمان مثلا سالب 2 اللي هي المجالات اللي عندي اهو. طب منين لفين؟ عارفين هي أقل من، أقل من 1 كده يا جماعة، إكس أقل من 1، لحد هنا ولا هنا؟ خلي بالك لو أنا جيت بعد دي كام المنطقة دي يبقى في حظر عليا هنا، فآخد أقرب واحدة دي يعني. آخد أقرب حاجة هي دي يا جماعة، يبقى الحل في المنطقة دي بس كده. تمام، طبعا هنا مفتوحة، أقول الحل يا شباب إكس أكبر من نص وأقل من أو تساوي 1، ده الحل. طيب اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ أوجد مجال ومدى الدالة يا جماعة، أوجد المجال ومدى. طالما سمح لك كده مفتوحة حلها بكيفك أنت، إما اكتب شروط فترة أو بصفة إيه الصفة المميزة. طيب الفترة زي المجال طبعا بيجي من إكس، بادئ من عند هنا 2 سالب 2 لحد موجب 6، هنا مغلق أنا مفتوح، أكتب له كده أقول له المجال إكس أكبر من أو يساوي سالب 2 وأقل من بدون يساوي يا جماعة 6. طب المدى؟ طبعا المدى يا جماعة واي أو اف اوف اكس، المدى عندك من أول هنا صفر لحد أعلى حاجة عندك 4، ده المدى يا من واي أكبر من أو تساوي صفر أقل من أو تساوي 4. عبر بشكل مختلف تقول له مثلا يا جماعة اكس حيث الاكس ده يا شباب أكبر من أو يساوي سالب 2 وأقل من 6، أو شروط فترة تقول له كده يا جماعة هنا مغلق سالب 2 و6 مفتوح. هنا برضه بشروط فترة من 0 ل 4، هنا مغلق هنا مغلق، ده برضه من المدى، المدى هنا كده أو كده، الصفة المميزة أو الفترات. السؤال ده طبعا زي اللي فات قبل كده نفس الفكرة، 2 أس إكس أحاول أخلي 8 يا جماعة 2 أس حاجة هتساوي، تعرف 2 أس 3 تساوي 8، الكل أس 3 يعني 2 أس إكس بتساوي 2 أس 9. 2 تساوي 2 يا جماعة صفر الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، إكس هتساوي عندك كام؟ 9. أسئلة سهلة وجميلة أهي، بيقول لي هنا اثبت صحة المطابقة الشرطية يا شباب علما بأن الكلام ده، طبعا ده الشرط، أو اثبت صحة المطابقة اللي هي إيه في المطابقة يا جماعة؟ هي دي المطابقة، إن كوساين 90 ناقص ثيتا بتساوي ساين ثيتا، جاب لك تان 90 وجاب لك كوساين 90. طيب اثبت دي ازاي يا شباب؟ اخد الطرف الايسر مثلا الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد يلا هتساوي اللي هو مين؟ اللي هو كوزين 90 ناقص ايه يا شباب؟ ثيتا، واستعمل فيها قانون مجموع الزاويتين يا جماعه او فرق بين الزاويتين. القطعه عارفين كوزين بيعمل ايه؟ كوزين كان يقول لك كده، هكتب بس القانون فوق معلش بشكل مختلف شويه، القانون اهو كان يقول لك مثلا يا جماعه هنا كوزين ايه ناقص بي، نجيب الفرق عشان احنا محتاجين الفرق، بتساوي ايه؟ كوزين كوزين ساين ساين، تمام كده؟ ده الكوزين يا جماعة. طيب هنا كوزين الأولى دي 90 الأيه مثلا يا جماعة، وهنا البي، هنا ساين الأيه، ساين البي يا شباب، تمام كده؟ طيب الإشارات طالما دي سالب يبقى دي ممكن عكسها. نفس الشيء يا جماعة في كل الطريقة دي، نفس الطريقة أقول له هنا بتساوي كوزاين 90 كوزاين سيتا، السيتا موجب ساين 90 ساين إيه يا جماعة؟ سيتا. كوزاين 90 بكام؟ قال لي بصفر، لما ده بصفر يا جماعة يبقى قول ده بصفر خلاص، ده كده راح بصفر. طب ساين 90 بواحد، يعني هتساوي 1 ضرب ساين 90 يا جماعة، يعني هتساوي ساين كام؟ ساين 90. واللي يكتب معادلة الدايرة مركزها 1 و2 ونصف قوسها 3، الأول دايرة نفسها يا جماعة معادلتها بتقول إيه؟ بتقول لي إكس ناقص إتش تربيع زائد واي ناقص كي تربيع تساوي آر تربيع. الـ H و K يا جماعة ده هو المركز، H و K، المركز H بتساوي 1 و K بتساوي 2. طب و R نص القطر 4. طيب بقول له كده إكس ناقص
اتش اللي هي بواحد تربيع زائد واي ناقص اتنين برضه تربيع يا جماعة بتساوي تي تلاتة تربيع اللي هي تسعة. دي المعادلة يا جماعة اهي المعادلة المطلوبة. وبكده يا جماعة لا لسه واحدة، لسه سؤال، لسه سؤال تاني معلش. قول هنا عين الرأس والدليل القطع المكافئ ده يا جماعة. طيب أول شيء أشوفه القطع المكافئ ده هل هو رأسي ولا أفقي؟ التربيع على الواي إذا هو رأسي، إذا هو معلش أفقي معلش أنا آسف، تربيع على واي أفقي، إما يسار يمين أو يسار تمام. هنا سالب إذا هو يسار كده يا شباب، إذا هو كده أول حاجة اكتبها الرأس. يلا الرأس اليمين الرأس اتش وكي، الاتش أخت الإكس أهي والكي أخت الواي. أبدأ بدي وأغير الإشارة طبعا، هنا اتنين وسالب خمس. ايه ده يا جماعة الرأس اهي اتنين وسالب خمس. طالب مني الدليل اللي هو ده يا جماعة الدليل هنا كده. طبعا خط رأسي يبقى لازم يكون اكس بتساوي، لازم اكس بتساوي تمام. لما جيت اجيب البقرة افرج البقرة يا جماعة بعمل ايه؟ هتغير من هنا مثلا يسار ويمين، مين بتغير اكس ولا واي؟ طبعا اكس بتغير يمين او يسار. هنا كنت بقول لك اتش زائد سي، وعشان اجيب الكي الواي الدليل قصدي اقول له دليل اقول له اكس بتساوي اتش ناقص سي. طب فين السي يا جماعه؟ بكام؟ كام السي؟ السي من هنا يا جماعه من هنا دي. طبعا عارفين المعادله بيقول لك ايه الاصليه، واي ناقص كي كل تربيع بتساوي 4 سي اكس ناقص اتش. 4 سي هي نفسها سالب 12 يا جماعه، 4 سي تساوي سالب 12. اقسم على 4 وعلى 4 السي بتساوي سالب كام؟ 3. يبقى الدليل يا جماعة اكس بتساوي اتش اللي هي عندك باتنين ناقص ناقص تلاتة، يعني اكس بتساوي كام؟ موجب خمسة. ده المطلوب يا جماعة، بس ده المطلوب. حبيت تجيب البقرة تجيب الحاجة كلها بكيفك. البقرة حبيت تجيبها من هنا مثلا عندك طبعا اتش زائد سي يبقى اتنين زائد سالب تلاتة اللي هي نفسها سالب واحد وسالب خمسة زي ما هي. طبعا دي مهمة مطلوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.